السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوان والأخوات، رمضان كريم. كنشكر جميع الإخوة اللي كتدعمنا كتحفزنا باش كنزيدو إن شاء الله نتقدموا للأمام ونحطوا كل حاجة اللي هي عندها قيمة إن شاء الله باش يتعرفوا الإخوان. كنسهلوا عليهم المأمورية ديال العثور على عدة أشياء، من ضمنها كما كيعرف الجميع الأحجار الكريمة والطريقة ديال كيفاش غتعرف عليها إن شاء الله. كما شفتوا اليوم الموضوع هو كيفاش غنتعرف على الأحجار الكريمة، كيفاش غادي نميزها بطريقة سهلة وبسيطة. كما وعدتكم بالنسبة لذاك البيل او الضوء اللي غادي يكشف لي الاحجار الكريمه، انا كنكون غادي كنتمشى مثلا في البحار او امام البحار او في اي بلاصه كيتواجد فيها الاحجار الكريمه. كاين واحد الطريقه سهله ان شاء الله هي اللي غتمكنك كيفاش غتولي تعرف الحجر الكريم من المزيف. ويقدر ما غتديش عند ان تيستور ولا شي واحد اللي غادي يعرفك بالحجر اللي عندك، غتولي تعرفو انت تلقائي من هذاك الجهاز اللي غادي يكون عندك. وهذا الجهاز هذا كما قلنا كيسوى تقريبا 120 درهم، الثمن ديالو رخيص ورخيص بزاف، ولهذا بغيت من الاخوان يقتنيوه كلهم، حيت الثمن الا كتقول ثمن رمزي باش يعرفك ويقربك من واحد الحاجه اللي كانت انت يعني غامضه عليك. كيسهل عليك الاقتناء ديالو. كما كتلاحظوا الاخوان بيل كيكون بحال هذا الشكل هذا، ها هما الاخوان، وفيه كيتسمى ال او دي بحال الشكل. كما كتلاحظوا الاخوان بحال هكذا كيكون، وعنده واحد الضوء خاص. ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال كيفاش غتلقاو هاد البيل فين كيتباع، وطريقه سهله ان شاء الله. بالنسبه للمواضيع كما كنقول للاخوان دائما الاحجار الكريمه خص تعرفها، بحكم كاين واحد العدد كبير من الاحجار اللي كتكون مزيفه والانسان ما غاديش يتعرفوا عليها، ما غاديش يتعرفوا عليها بطريقه سهله. ودائما الحذاري ثم الحذاري، يعني من باش ما يتمش النصب عليكم، وتبقاو دائما يعني حاضر راسكم، ماشي حاضر راسكم، وانما خصك تعرف كيفاش غتلقى الاحجار وكيفاش غادي انت بالعين المجرده ديالك غتولي انت اكسبير يعني اختصاصي في الاحجار الكريمه. الحمد لله كنا حنايا دزنا ما كناش كنعرفوا هاد المسائل هذه كلها، وبحكم التجربه. والمهم وكل نهار شنو كتزادك فكره على فكره، والحمد لله هاد العالم ديال الاحجار عنده عالم ديالو خاص كما كيعرف الجميع، وإلا تعمقتي فيه سبحان الله كتنشوى، يعني كتحس بواحد القيمه ديال هاد الاحجار الكريمه وكتولي تعطي واحد الاهتمام كبير. الاخوان دائما كما كنقولوا الفحص ديال الاحجار الكريمه مهم، مهم جدا. غير بعينك الاخوان، غير بالعين المجرده كتعرف الاحجار الكريمه عادي، دخلنا الفحص ديالها تما كتزاد الثقه ديالك في ديك الحجره الكريمه اللي كتلقى. بحال هاد الحجره سبحان الله الاخوان، الشكل ديالها كي داير انتوما، الشكل ديالها ملي كتسلط عليه الضوء، كيتسلط عليه الضوء كيعطيك واحد اللون، واحد اللون خاص كما كتلاحظوا الاخوان. كيقرب يبين لك بان كما كتلاحظوا الاخوان، وهذا ليس بحجر مغشوش باش نعطيكم فكره الاخوان، هذا حجر خام ما شاء الله، نطرقوا الاسم ديالو من بعد. وكاين احجار عده اللي ما كتصورش على البال، يقدر غتلقاها، يقدر. المهم الانسان خص هنايا غير البحث على هاد الاحجار هادو،
والطريقة ديال كيفاش غتلقاوها وكيفاش غادي يعني العثور وكيفاش غيتم العثور على هذه الأحجار. بالنسبة للإخوان كانت قالت لي بأن بغات تعرف الأحجار الكريمة فين كتواجد وفين كاين الإخوة اللي كتبيع الأحجار، كاين الأسواق، كنوصيكم بالأسواق الإخوان يعني خرجوا الأسواق، ديروا جولات في الأسواق. راه باقي الحمد لله الإخوان ديال خارج الوطن كيدخلوا هاد البركة هذه، والحمد لله هما مساكن ماشي كيجيبوها كيبيعوها بثمن ديالها رمزي، ما ماشي غادي يغلي عليك. وكنطلبوا من الإخوان ما تشريوش حاجة غالية، الحاجة اللي شتيها غلا من القدرات ديالك ما تشريهاش. حاولت يعني تجاهلها، ماشي صافي غير بانت لي حجرة انا صافي خصني نلصق فيها، ويقدر ما ديرش الثمن في السوق، انت غادي تضيع. ولهذا الاخوان ما بغيناكمش اي حجر شفتيه تلصق فيه، بحكم يقدر عنده قيمة، يقدر بالعكس احجار تكون بثمن رمزي كيما بحال هذا الشكل. الاخوان شوف هذا عبارة عن خاتم، هانتوما عبارة عن خاتم ولكن فيه حجر الفيروز، وغادي ان شاء الله غنطرقوا على هذا الحجر الفيروز ان شاء الله، وغندير عليه مواضيع حتى هو. عنده واحد سبحان الله، عنده واحد الأهمية والأخصية كثيرة، حتى هذا فيه المغشوش الإخوان. كما كنقولوا دائما وكنقولوا بأن راه كاين أحجار كريمة ولا شتيها وما غاديش تعرف عليها. هنا دابا كتولي التطوير ديالك انت كيفاش كتولي تشوف الاحجار الكريمه، يعني كتولي عندك قيمه ديالها، انت عاطيها قيمه وهي اوتوماتيكمون كتولي سبحان الله كتقرب لك بواحد الطريقه اللي ما غاديش تصورها. ان شاء الله كما وعدتكم وغنحاول ندير حجر الفيروز، عندي منه واحد العدد كتير ديال الاحجار الفيروز، وغنوريكم الالوان ديالها. اللون اللي مطلوب في الحجر الفيروز هو الاحمر، والندرة ديالو هو اللي خلاته يبقى يكون مطلوب. المهم هذا موضوع آخر، حيت الأحجار كما قلت لك عندي واحد العدد ديال الأحجار كتيرة بزاف. هنا ما كندخلوش للصلابة وما كندخلوش على الكثافة، كندخلو دابا غير كنوريكم تعريف الأحجار كيفاش غادي مقتنيات الأحجار الكريمة، ولا كيفاش غتلقاها، وإلا لقيتيها كيفاش غتعرف عليها، هذا هو الأهم. وبالنسبة باش ما نطولش على الإخوان، بالنسبة لهاد البيل، هاد البيلا الاخوان اللي يكون في علم الجميع ما كيطلقش ضوء ابيض، كيطلق واحد الضوء بحال بنفسجي او الاشعه ما تحت الحمراء، كتشعلو كيبان لك ضوء عادي فيه واحد اللون خاص. هذا هاد البيلا الاخوان ملي كتكون غادي، عفوا ملي كتكون غادي كتسلطو على الحجر بحال هذا الشكل. مثلا انا غادي هزيت البيل شعلته سلطته على هاد الحجر، هذا راه ما غيبقاش نشوفه بهذا اللون الاخوان، غادي نشوفه بلون اخر، غادي يعطيني واحد الرؤيه اخرى، ما غاديش يبدا يبان ليا بحال هاد كما كنشوفه دابا. مثلا سلط عليه الضوء، الحجر الخام كيتغير اللون ديالو، هذا ابيض ولكن داك الشكل الاخر اللي قلت لكم ديال هاد البيل، هذا مجرد كتسلط عليه الضوء هادي ما غتبقاش تبان لك زرقاء، غتبان لك بواحد اللون اخر كيعكسو هاد الضوء هذا. وهنا فين كتكمن الحكاية ديال هذا الضوء هذا الإخوان، هذا الضوء هو خاص كيكون عند مولين الزجاج، الناس اللي كتبيع النظاراتيين. هذه الفكرة اللي بغيت نعطي الإخوان، هذا البيل هذا كيكون عند الناس اللي كتبيع النظاظر أو اللي عند النظاراتيين أو لي زوبتيسيان. كتمشي عنده كتقول له انا بغيت واحد البيل، هو ما غاديش يعطيه لك حيت هذاك البيل كتجيبو شركة لدوك الناس، يعني كتعطيه لهم كومان كادو، وما يقدرش يبيعو لك، ويقدر تقول له اعطيني غير نشوفو، دي معاك حجر وجربو وغترد عليا الاخبار. واحد السر غريب وعجيب، ولهذا بغيت من الاخوان دائما وابدا ان شاء الله منين كتمشي عنده جرب ورد عليه الاخبار. وما هما اصلا كيستعملوه الزجاج باش كيعرفوا الماده الخام ديالو، واش هذاك الزجاج خام او لا، اللي كيتدار في النظر. هما الوحيدين اللي عندهم هاد البيلات هادو،
وكما قلت وسبقت وذكرت في فيديو سابق بأن هذا البيل هذا ما كيتروحش على ما أظن 120 درهم ما غاديش يفوتها، حتى ولو كان يكون 150 درهم راه رخيص الإخوان بواحد الدرجة اللي ما كتصورش، يعني كتقضي بأغراض ديالك وحاجات ديالك واعرة. تصور هذا البيل هذا كتكون غادي في كاين في البحر مثلا، كتمشوا للبحور اللي فيها الأحجار، هذه الإخوان الله يرضي عليكم البحور اللي فيها الأحجار، كتمشيو كتهز معاك داك البيل واخا بالنهار إلا كانت الضبابة ولا هذيك الشيء عادي، مجرد كتسلطوا على دوك الأحجار اللي كاين في الأرض تلقائيا كتبان لك الحجرة غير من داك البيل هذاك، ويقدر غتلقى معاه أحجار بحال شعل فيها الضوء ملي كتضرب بهذا البيل هذا. هذه هي النصيحة اللي بغيت نقول للإخوان. هذا البيل مهم بالنسبة للناس اللي كتقتني الأحجار الكريمة. هذا ما تضيعوش هذه الفرصة هذه قبل ما تنتشر هذه الفكرة ديال هذا البيل كاين عند مونين دادر، سينو غادي يطلع الثمن ديالو غادي يوصل لواحد 1000 درهم ولا ما نعرفش شحال غادي يوصل. لهذا كتمشي عند مولين اللي كتبيع عند دادر كتقول له اعطيني، قال لك ما عنديش ولا قول له كوموندي ليه خلصوا ليه ويوعدك راه يقدر غيجيبو لك. علاش؟ هما الوحيدين اللي عندهم هاد البيلات هادو، وبيلات مزيانين الحمد لله. هذه هي اللي بغينا نوصلوا للاخوان الفكره باش تعمم على الجميع. وكنعتذر على الطول ديال هذا الفيديو هذا، هاد الفيديوهات اللي كنطولوا دابا كنعطيوهم المعلومات باش الناس تستافد. وكنقولوا دائما خرجوا للسواق تساراو عطى الله الخير، غير ما تشريوش بثمن غالي باش نهار غتبغي تبيع انت ان شاء الله كيكون عندك واحد الثمن ديالك بعدا الحمد لله كتكون يعني انت مقتنع بداك الثمن وكتدي فيه شويه ديالك. هذا هو اللي كاين هذا اليوم ان شاء الله باذن الله مع هذا الفيديو هذا. عيد مبارك سعيد، تحياتي لجميع العائله ديالي الحمد لله اللي كتواجد معنا في القناه واللي دخلت وانضمت لينا جديد. كنشكركم على الزر لايك والتعليقات، كنتمنوا المشاركه، الناس اللي دخلت وشافت هذا الفيديو تشارك باش كنزيدوا نتطوروا. وكاين ان شاء الله كاين الجديد في الجديد في نوعدكم بان ان شاء الله كاين جديد وغادي يبلغكم اي حاجه ان شاء الله وصلتوا اللي بغيتوها راه غادي توصل. هذا هو الهدف ديالنا في هذه القناه، قناه تعريفيه ان شاء الله بالاحجار الكريمه. الحمد لله كنحمد الله ونشكره، اول قناه مغربيه رقم واحد في المغرب ديال الاحجار الكريمه النادره. والحمد لله هذا فضل ديال الله سبحانه وتعالى، بحكم جاتني اتصالات من عند اخوان اللي يعني بلا ما نبقاو نعاودو في سميتو هذا الشيء ان شاء الله غادي تعرفوه من بعد. واشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد، معكم اخوكم كمال من قناه الاحجار الكريمه النادره، والسلام عليكم. وما تنساوش دائما وابدا الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك باش يوصلك الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.